أشارك في هذه الوقفة التي تأتي احتجاجا على العدوان الصهيوني الغاشم في حق الشعب الفلسطيني، وهذا يعكس بشكل جلي مدى تآمر المنتظم الدولي والأنظمة العربية من المحيط إلى الخليج على الشعب الفلسطيني الأبيض. المطلوب هو المزيد من المقاومة والصمود حتى تعيد الأنظمة العربية النظر في العديد من مواقفها، وهي مواقف تدعو إلى الخزي وإلى العار. وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل، أخذوا طعامه والملابس والبيارق وقالوا أنت صارخ، طردوه من كل المرافق، أخذوا حبيبته الصغيرة ثم قالوا أنت لاجئ، يا دامي العينين والكفين إن الليل زائر، لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل، نيرون مات وأنت مكرومة بعينيها تقاتل، وحبوب سنبلة تموت ستملأ الوادي سنة.